السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق الكسب والتربح من تطبيقات الهواتف النقالة. اليوم إن شاء الله رح ناخذ الجزء الأخير من الفصل الرابع في المادة، واللي بيتكلم عن تفاصيل المعلومات الخاصة بالوظائف. يعني أنت لما بتعمل سيرتش على وظيفة معينة على المنصة، بدنا نشوف إيش المعلومات اللي بتظهر في كل مشروع من المشاريع المطروحة. طبعا يا جماعة، لو إحنا فتحنا على أول بلاتفورم اللي هو مستقل، ورحنا عملنا تصفح للمشاريع واخترنا مشروع من المشاريع اللي موجودة في برمجة وتطوير المواقع والتطبيقات، تمام، خلينا ندور على مشروع تحويل تطبيق أندرويد إلى آيفون. طبعا يا جماعة، زي ما أنتم شايفين، أول إشي في عندي معلومة اللي هي اسم المشروع اللي هو تحويل تطبيق أندرويد إلى آيفون. هذا عنوان الوظيفة أو عنوان المشروع. طبعا هذه الآيكون الخضراء اللي مكتوب فيها مفتوح بتدل على إن الوظيفة لسه متاحة ويمكنك التقديم لها. طبعا يا جماعة، هذه الوظيفة تابعة لسكشن أو كاتيجوري البرمجة وتطوير المواقع والتطبيقات. في عندي من متى هاي الجوب نازلة؟ زي ما أنتم شايفين منذ ساعة. في إيش ممكن يفيدني وقت نزول الجوب؟ وقت نزول الجوب يا جماعة بيساعدني إنه أطلع إذا كانت الجوب مطروحة من فترة طويلة، فممكن أنت تستبعد هاي الجوب وما تقدم عليها، لأنه خلص بيكون يعني في فريلانسرز كتير قدموا عليها وبتكون فرصتك أقل. أما لو كانت مثلا منذ ساعة، منذ مثلا 5 ساعات، بيكون لسه المشروع فريش وبيكون ما في عليه تنفس كتير، وبالتالي في عندك وقت ممكن تقدم فيه أو تقدم عليها. طبعا يا جماعة، الناس اللي بتقدم على هاي الجوب راح تظهر لا للزبون أو لصاحب الوظيفة، مرتبين حسب آخر شخص قدم للوظيفة هو اللي حيظهر في أول القائمة عند استعراض الفريلانسرز، يعني بالترتيب أحد من الأحدث للأقدم، آخر واحد قدم هو اللي حيكون في رأس القائمة في صفحة الكلاينت. طبعا يا جماعة، السكشن هاد اللي هو خلينا نحكي المراحل الخاصة بالوظيفة. في أول إشي انتوا زي ما انتوا شايفين السيركل موجودة على مرحلة تلقي العروض، بمعنى إنه لسه هذا البروجكت مفتوح والعميل لسه قاعد بيتلقى عروض عليه من قبل الفريلانسر. طبعا في عندك مرحلة التنفيذ. في مرحلة التنفيذ بيكون تم اختيار الفريلانسر اللي بده يشتغل على هاي الجوب، وبكون بدأ بالعمل على تنفيذ المهمة. طبعا إذا كان المشروع السيركل على مرحلة التسليم، فبيكون هذا المشروع انتهى واتسلمت كل الملفات الخاصة بالعمل، وتم دفع الفلوس للمستقل، وتم كمان عمل فيدباك بين الاثنين، هذا كتب على صفحة هذا، وانتهت الوظيفة وانتهت التعاقد على المنصة. فهذا السكشن ببين مراحل الخاصة بالوظيفة، إما أنت لسه في مرحلة تلقي العروض أو مرحلة التنفيذ أو مرحلة التسليم. طبعا يا جماعة، تفاصيل المشروع يعني إيش بده الكلاينت من الفريلانسر يعمل له بهذا المشروع. هنكتب إنه في عنده تطبيق اشتراه من موقع أندرويد وبده يحوله لآيفون. تمام. بعد هيك يا جماعة، في عندي شو هي المهارات المطلوبة لإتمام هذا البروجكت. بده يكون software engineer، بده يكون بيعرف بالآيفون وبالآي أو إس عشان ينفذ له المشروع. طبعا عندي هان على اليسار في عندي ما تسمى ببطاقة المشروع. بطاقة المشروع تحتوي على أول حاجة ميزانية المشروع من 100 دولار ل 250 دولار، هو يعني اللي بده
يدفع الفلوس ما بين 100 دولار و250 دولار، لكن انت فيك تحط السعر اللي انت بدك اياه. بدك تحط اقل من 100 حط، بدك تحط اكثر من 250 حط. طبعا في عندك مدة التنفيذ، هو بده اياه يتنفذ ب4 ايام. متوسط العروض، يعني الفريلانسرز اللي قاموا بكتابة عروض على هذا المشروع كان متوسط أسعارهم 200 دولار. بعد هيك في عنا 3 عروض اتقدمت لهذا المشروع من قبل 3 فريلانسرز. طبعا كل ما زاد عدد المتقدمين بتزيد المنافسة على الوظيفة، وبالتالي بتقل فرصة حصولك عليها. طبعا يا جماعة بعد هيك في عندي صاحب المشروع اللي هو راشد الدويهي. طبعا هو من سكشن دعم مساعدة وإدخال بيانات وساكن في الكويت. ممكن تفتحوا على صفحة الكلاينت وتشوفوا بيانات عنه، بيكون مثلا إذا هو في حدا مقيمه قبل هيك، قديش معدل التوظيف إله، قديش البروجكت المكتملة عنده، بعد قديش بيرد، إجمال تعاملاتك أنت معه، متى مسجل بالمنصة، ومتى آخر تواجد. فبالتالي يا جماعة هاي هي أبرز المعلومات اللي بتكون يعني موجودة في أي جوب من جوبات مستقل. فأنتم بدكم تقرؤوها منيح على أساس تعرفوا هل بناسبكم أو لا، عشان تبدأوا تعملوا عروض. طبعا منصة أبورك الأمر ما بيختلف يعني كتير. طبعا أنا حكيت لكم إنه الجوبس يا إما بتعملوا فلتر وبتحفظوه هذا الفلتر وبصير يجيكم بالسايد منيو هاي، يا إما أصلاً أنت لما عملت بروفايلك حطيت مجموعة من السكيلز، فبالتالي بتجيك في الماي فيد اللي هي الجوبس المناسبة للسكيلز اللي أنت عبيتها لما عملت بروفايل على المنصة. ففي فرق بين الجوبس اللي بتجي على الماي فيد وفي الجوبس اللي بتطلع من الفلاتر اللي أنت حددتها قبل هيك سابقا. تمام. طبعا يا جماعة اي جوب عندي نفس الاشي حيكون في عندي العنوان تبعها هاند هيل بابلشينج اب فروم اكس كود اند اندرويد ستوديو. بده يعمل ببلش للتطبيق تبعه. بعد هيك يا جماعة محدد لي انها هي اورلي جوب، يعني هاي الجوب بالساعة، وفي بتكون مثلا هاي الجوب اللي تحت فيكست برايس سعرها ثابت. هان بده البادجت أو سعر الساعة من 10 ل 20 دولار. الانتري ليفل مستوى الجوب مستوى مبتدئ، يعني ما بدها شغل كتير. الاستيميتد تايم اللي هو وقت التنفيذ المطلوب لهذا المشروع بده يتم less than 1 month، بده اياه في اقل من شهر. تمام. هان بده من 10 ل 30 hours per week، يعني بده معدل الساعات اللي انت بدك تشتغلها من بين 10 ل 30 ساعة بالاسبوع. posted 9 hours ago، يعني تم النشر منذ 9 ساعات. فتقريبا ما بتختلف عن المعلومات اللي موجودة في مستقل. طبعا هان يا جماعة اللي هو ايش المعلومات الخاصة بالجوب، انه need to do some minor modifications like whitelist external URLs, then I am having trouble with building final version and posting why would very much like some help via screen sharing. يعني بده مساعدة في شغلات معينة. تمام. طبعا هن يا جماعة البروبوزلز، عدد الناس اللي قدمت على المشروع هذا من 5 ل 10.
في من 5 ل 10 بروبوزلز تم وضعها على هذا البروجكت. طبعا البايمنت فيريفايد، ايش يعني البايمنت فيريفايد؟ يعني تم التأكد من طرق الدفع لهذا العميل. فأنتم شايفين محطوط عندها صاحب اللون الأزرق، طبعا شايفين تقييماته 5 نجوم 5 stars. هيو شايفين ايش بكتب لك 4.89 stars based on 7 feedbacks. يعني في 7 فريلانسرز شغالين معاه قبل هيك ومعطينه ما يقارب 5 out of 5. طبعا قديش الفلوس اللي هذا الكلاينت صرفها في المنصة؟ حوالي 6000 دولار، وهو من النرويج. تمام. طبعا كل الجوبس نفس الشغلة. يعني هان كمان مثلا بهاي الجوب ضايف مجموعة من ال خلينا نحكي السكيلز المطلوبة، فون هايبريد فاير بيز، وبده اياه فيري سمول من 1 ل 9 او من 1 تو 9 امبلويز. هان المشروع يا جماعة عبارة عن فيكست برايس، سعره ثابت، وبده اياه في 225 دولار. تمام. طبعا انت كل بروجكت بدك تقدم عليه لازم يعني كيف احكي لكم، بدكم تدفعوا مقابل شغلة. الشغلة اللي بتدفعوها في منصة أبورك اللي هي ايش، حاجة اسمها الكونكتس. هان اذا شايفين عند اللي عليها الظل الأزرق. فانت عشان تقدم على جوب بدك تاخذ من الكونكتس اللي عندك، عشان زي كأنها كوين، يعني زي كأنها فلوس بتدفعها عشان ايش، انت تعرض العرض تبعك او تحط البروبوزال تبعك. تمام. هلا يا جماعه طبعا مبدئيا انت بتبدا ب 20 available connects، يعني بيكون Upwork بتقدم لك كمستقل جديد 20 نقطه عشان انت تبدا العمل فيها. طبعا ممكن نشتري connects، you can buy connects. ممكن تشتري كل كونكت بمقدار 15% دولار، يعني 0.15 دولار لكل نقطة. وزي ما حكيت لكم هان حيظهر لكم عدد النقاط اللي انت موجودة معك هلأ، وبتقدر عن طريقها تعمل بيد. طبعا لو احنا ضغطنا على الجوب ضغطة عادية، هان ايش بحكي لك، submit a proposal، يعني إذا بدك تكتب a proposal وتقدم على هاي الجوب، save job يعني احفظ هاي الجوب، بتصير تطلع لك بالfavorite، flag as inappropriate يعني علم عليها هذه مثلا content مش مناسب. نيجي هان للإشي الإيش المهم، الإشي المهم إنه قديش بدك كونكتس عشان تعمل بروبوزل على هاي الجوب. بدك كونكت 6 كونكتس عشان تعمل بد على هاي الجوب، يعني بدك من 20 تاخد ايش 6. وانا حكيت لكم في المحاضرات السابقة انه من 2 كونكت ل 6 كونكتس بتحتاج عشان تعمل بد على جوب في Upwork. طب كيف بيحددوا 2 connects ولا 4 connects ولا 6 connects؟ هذا بيعتمد على شغلتين. أول حاجة يعني عدد ال connect اللي أنت بدك إياها. أول إشي بتعتمد على مبلغ تبع الجوب. تاني شغلة على إيش؟ الخبرة المطلوبة لهذا المشروع. فإذا فلوسك أقل من 50 دولار بدك 2 كونكت، إذا من 50 ل 500 بدك 4 كونكت، إذا أكبر من 500 بدك 6 كونكت. هذا مبلغ المشروع. إذا أقل من 50 دولار بدك 2، من 50 ل 500 بدك 4، من أكبر من 500 بدك 6 كونكت. طب
الاكسبيرينس تبعت المطلوبة للمشروع. والله إذا بده مبتدئ، إذا مبتدئ انتري بده 2 كونكت، إذا انترميديت متوسط بده 4 كونكت، وإذا بده خبير اللي هو الإكسبرت بدك 6 كونكت. فبالتالي اللي بدي إياكم تعرفوه إنه أنا في عندي كونكتس، الكونكتس هاي أنا بستخدمها عشان إيش؟ أعمل بيد، يعني أعمل عرض على مشروع تتراوح من 2 لـ 6، يعني كل مشروع هياخد مني يا 2 كونكتس يا 4 كونكتس يا 6 كونكتس، حسب إيش؟ حسب شغلتين، حسب مبلغ المشروع وحسب مستوى الخبرة المطلوب للمشروع. فإذا أقل من 50 2، من 50 لـ 500 4، من أكبر من 500 6، إذا مبتدئ 2 كونكتس، إذا متوسط 4 كونكتس، وإذا خبير 6 كونكتس. طبعا في مشاريع بتقدر تقدم عليهم بدون ما تخسر ولا كونكتس، إذا إجتك دعوة من الكلاينت على الجوب، يعني هذا الجوب انعملت إلك، يعني راح كتب أنا بدي أعمل لك هاير من بروفايلك، ففي هذه اللحظة مش حينخصم أي بيد من البيدس الموجودة عندك. يعني أنت حتكتب عرض أوكي وحيعمل لك مايلستون وحتبدأ تشتغل أوكي، لكن مش راح يخسرك أي، مش راح يخسرك أي بيد أو أي كونكت عندك. طبعا الفريلانسر يا جماعة الموضوع ما بيختلف برضو يعني أبدا. تمام، هلا أول إشي بدنا نعمل براوز. براوز لشو؟ لبروجيكتس. حيطلع لي مجموعة من البروجيكتس حسب الفلترز اللي أنا كنت حطاها من المرات السابقة. تمام، مثلا هن إيش بده؟ بده expert swift developer to add strip payment، بده swift يضيف له حاجة متعلقة بالبيمنت، فهذا اسم المشروع. طبعا تحتها مكتوب الديتيلز تبعت المشروع، I need to add strip payment in my iOS app doc is here، ومعطيهم لينك الجيت هاب لمشروعه، كاتب لهم هيو البادجت از 50 دولار. طبعا البادجت خلص هو محددها 50 دولار، لكن إذا أنت ملاحظين هان هو حاطط من 30 لـ 250 دولار. ليش؟ لأنه فريلانسر عنده رينجز للمشاريع من 30 لـ 250، من 250 لـ 750 وما إلى ذلك، فبالتالي هو حطها، يعني حط هذا الرينج لأنه هو الرينج اللي بيناسبه، لكن في وصف الوظيفة حط 50 دولار. فبالتالي يعني أنتم مش كتير توهموا انه يعني بالضبط اذا كان حاطط مبلغ معين انت بالاخر يعني راح تحصل عليه، لا، ممكن يكون اقل بكتير من البادجت اللي محطوطه، بس هذه لانها يعني هو بالاخر بده يعبي الرينج تبع المشروع. تمام، المشروع لسه اوبن، كتب لك اوبن هيو باللون الاخضر، من 24 منت تم وضعه على المنصه، حاطط عليه يعني الفريلانسر مقدمين 6 بيدز، يعني في 6 مستقلين، هدول الـ 6 مستقلين كل واحد كاتب فيهم عرض. زي ما انتم شايفين المستقل او سوري الكلاينت التقييم تبعه بيرفكت، فهذا من الناس اللي يعني انت بتقدم على الجوب وانت مرتاح. تمام، فالتقييم تبعه 5 out of 5. طبعا مكمل 53 جوب مع الفريلانسرز، ماخذ 49 ريفيو من المستقلين،
وهان يا جماعة مبين لكم شو المهارات المطلوبة لهذا المشروع. بده بي اتش بي، موبايل اب ديفلوبمنت، ايفون، اوبجكتيف سي، وسويفت. فهيك يعني احنا عرفنا شو المعلومات اللي بتوفرها المنصات، عشان لما انت بدك تيجي تقدم يعني تقرأ هاي المعلومات كتير منيح، وتصير تختار من الجوبس اللي بيناسبك، سواء من ناحية بودجت، سواء من ناحية سكيلز، سواء من ناحية العميل هذا بروفايله في عليه مثلا فيدباكس، ماخذ تقييمات عالية، الناس مرتاحين بالشغل معاه ولا لا. بعدين يا جماعة حكاية مثلا التقييمات، يعني بعد ما تخلص من المشروع انت بتكتب تقييم للكلاينت، والكلاينت بيكتب لك تقييم، فبالتالي بصير في عنا زي ما نحكي سجل إلك وإله. فمن السهل إنك يعني تبعد عن الكلاينتس اللي بيكونوا سيئين وسجلهم مليان بالمشاكل مع الفريلانسرز، و يعني تختار دايما الكلاينتس اللي تقييماتهم عالية، واللي مثلا هان على Upwork كانت البايمنت اشمالها verified. يعني هذا انا بكون متأكدة 100% انه عميل حقيقي وانه دفع قبل هيك على المنصة. تمام. هلأ يا جماعة بس بدي اورجيكم التاجز او الايكونز اللي بتكون موجودة على المشاريع في منصة مستقل. يعني لما من شوي احنا شفنا كان مكتوب جنبها مفتوح. ايش يعني مفتوح؟ بيكون لسه هذا المشروع متاح عشان تقدم عليه عرض بانتظار الموافقة. يعني انت حطيت عرض وبتنتظر قرار العميل، يعني انت وغيرك طبعا قدمت عروض وكل واحد حيظهر له بانتظار الموافقة بانتظار الموافقة بانتظار الموافقة. وبالتالي الكلاينت بعدين ممكن يبدأ يحكي معكم على الشات الخاص بالمنصة ويقع الاختيار على واحد منكم. مغلق يعني انتهى الوقت المخصص للتقدم للمشروع، يعني اتوقع بعد اسبوعين اذا ما حد قدم على المشروع المنصة لحالها بتغلق المشروع، فبتصير عندي الايكون عليه مغلق. يعني هاد خلص خلص الاسبوعين ولا حدا اخده ولا حدا اشتغله، ولا حتى انت بتقدر تقدم عليه. مستبعد. ايش يعني مستبعد؟ يعني انت كنت مقدم على هذا المشروع وحاطط عرض على هذا المشروع، لكن ما تم اختيارك، تم اختيار مستقل اخر لتنفيذ العمل، يعني وقع الاختيار على شخص غيرك. فانت لما تقدم على بروبوزل او تقدم على مشروع بروبوزل ويكتب لك مستبعد، يعني اعرف انه تم اختيار عميل اخر. ولو فتحت على الجوب حتلاقي اسم العميل، او سوري اسم المستقل اللي تم اختياره. ملغي يعني العميل خلاص ما بده البروجكت، ما بده بيدز عليه، ما بده بروبوزلز عليه، فمثلا ممكن يكون يعني بطل بده المشروع او بده حدا يشتغل له المشروع. مكتمل، وهذا دايما اكيد بتشوفوها انه المشروع اتاخد وتسلم وتسكر، واندفعت الفلوس واتاخد المشروع. في عندي قيد التنفيذ، يعني هذا المشروع سواء معك او مع غيرك جاري تنفيذ المشروع من قبل المستقل. تمام. فانه هذا المشروع عمالهم بيشتغلوا عليه ولسه مش مخلص. خاص يا جماعة ايش هادي؟ مشروع تم طرحه لمستقل محدد دون اعلام عام. ايش يعني؟ يعني بروح على صفحة المستقل
وبعمل له هاير او بعمل له يعني تشغيل، وبكتب نص ايش بده في المشروع، والعميل او سوري المستقل برد عليه وببدأ يشتغل، وما حدا يعني كيف احكي لكم انه خلص هذا المشروع بس خاص لهذا المستقل، بيكون يعني مرصود بالضبط إله. تمام. أوكي، بس كمعلومة أخيرة، لما نروح نعمل بريس أو كليك على أي جوب من الجوبس، بيبين معي أنا كم بيت ضايل معايا على المنصة اللي في فريلانسر. طبعا يا جماعة في مجموعة من العضويات الممبرشيب المتوفرة على منصة فريلانسر رح ناخدها إن شاء الله بالتفصيل، لكن إحنا هلأ العضوية تبعتنا مجانية. العضوية هاي أو مبدئيا بتعطيك 8 بيدز، يعني كل ما أنت تقدم على بروبوزل راح ياخذ منك بيد. فبالتالي نوع العضوية الحالية إحنا فري ممبرشيب وبتعطيني 8 بيد، وطبعا فريلانسر كل جوب ببيد، مش زي أبورك، كل مثلا جوب بتختلف عن الجوب الثانية في عدد البيتس. كذلك يا جماعة أبورك سوري مستقل، عدد العروض المتاحة أول ما تبدأ بتكون 10، بتنقص كل ما أنت تقدم على مشروع. تمام، أنا هيك بكون خلصت شابتر 4. في شابتر 4 تناولنا كيف نستعرض المشاريع المختلفة، حكينا في عندي طريقتين، في عندي طريقة الاستعراض مجرد بس بستعرض كل كاتيجوري شو فيها مشاريع، وحكينا في عندي طريقة البحث عن المشاريع، واخذنا انه البحث بيتم عن طريق الفلاتر، والفلاتر ممكن تفلتر لي الجوب حسب الكلمات المفتاحية، حسب مستوى الخبرة، حسب الرصيد اللي مرصود لهاي الجوب، حسب العميل، حسب الدولة، حسب كثير من الفلاتر اللي ممكن تستخدموها. طبعا يا جماعة خطوة البحث عن المشاريع تعتبر أساسية ومهمة قبل البدء الفعلي للتقدم للوظائف. ليش؟ نظرا لمحدودية المشاريع اللي انت كفريلانسر وخصوصا المبتدئين ممكن يتقدموا إلها. طبعا يا جماعة عدد الجوبس اللي بتنزل على المنصات الأجنبية يعني لا يقارن من كتر ما هو كتير بالجوبس الموجودة على المنصات العربية زي خمسات ومستقل. طبعا اذا انتم شايفين هان بالفوتر تبع الموقع بحكي لك انه في عنده 48 تقريبا ونص registered user، عدد المسجلين في هذا الموقع، وعدد وظائف نزلت قبل هيك حوالي 18 مليون، حتى موصلين 19 مليون جوب. فانتم يعني ما تتصوروا انه منصة زي منصة مستقل، لأنه السوق تبعها كتير محدود والكلاينتس تبعونا كتير محدودين، إنه يكون عليها عدد الجوبس يعني يقارن بالجوبس الموجودة على فريلانسر أو على اللي هو أبورك. طبعا كمان أبورك يعني من المنصات اللي بنزل عليها وظائف كتير، و تقريبا تعتبر من أكثر المنصات البروفيشنال من ناحية قوة العملاء. يعني أبورك من المنصات اللي بتسكر البروفايلات
بشكل مستمر، يعني ما بتترك العميل يتمادى ولا بتترك المستقل برضه يتمادى في تقديم العروض. فبالتالي بيكون أغلب العملاء الموجودين على أب وورك بيكونوا حقيقيين، وأغلب المستقلين اللي بيكونوا على أب وورك برضه بيكونوا حقيقيين واشتغلوا على وظائف. وحكيت لكم بعد فترة إذا أنت ضلتك تقدم بيدز على مشاريع وما تم اختيارك، المنصة بتحجب بروفايلك وبتخليه خاص ما بيظهر للعملاء، فبالتالي انت ما بتقدر تعمل بد، وبيعطوا الفرصة لفريلانسرز ممكن يكونوا عندهم مهارات أفضل منك أو جديين حتى أكتر منك. طبعا يا جماعة هيك بنكون خلصنا شابتر 4. المحاضرة الجاية إن شاء الله رح نبدأ بالفصل الخامس. طبعا الفصل الخامس تقريبا هو الفصل اللي حيبدأ الشغل العملي في المادة، إنه أنت بدك تبدأ تتقدم لوظائف على منصات العمل الحر. بدك تعرف إحنا هلأ عرفنا كيف نبحث عن جوب، وعرفنا كيف نتطلع على تفاصيل الجوب، فبالتالي انت بتصير يعني قادر على انك تختار الجوب المناسبة. في الفصل الجاي حنتعرف كيف نكتب عرض على اساس يتم اختيارنا لعمل هذه الوظيفة. كمان يا جماعة حتتعلموا التفاوض مع الزبون، يعني كيف تعملوا نيجوشيشن وكيف تحددوا السعر والوقت. وحنتعرف كمان على مجموعة الاختبارات، أنواع العضويات، طرق استلام الأموال، وكيف نتجنب الخداع والاحتيال على منصات العمل الحر. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.